اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن اسلام، والله ببقى سعيد لما بشوفك يا كابتن ماهر، وبستمتع بكلامك وبتحليلك وكل حاجه حلوه بتقولها. كل سنه وانت طيب. طبعا والاهلاويه في كل مكان ان شاء الله بخير وصحه يا رب. مصر كلها والاهلاويه طبعا، طبعا كلهم جماهيرنا المصريين العظام يعني، طبعا وبالاخص جمهور النادي الاهلي يا اسلام، طبعا هو يعني بصراحه مهما اتكلمنا ومهما قلنا مش هنوفي حق جمهورنا العظيم خالص. ده في كل مكان. صحيح. وشفنا في السعوديه، وشفنا في ابو ظبي، وشفنا في كل حته في جنوب افريقيا، ما شاء الله يعني جماهير النادي الاهلي بتساند بشكل كبير جدا. بحييهم طبعا من خلال برنامجك، لان هم ضلع مهم جدا جدا يا اسلام. حقيقي. من ضمن الاضلاع الاحترافيه اللي موجود عليها النادي الاهلي. هبدأ مع حضرتك مباشرة. أحمد حسن كوكا وإصابته وخروجه من معسكر المنتخب، أحمد نبيل كوكا أنا آسف، ثم أحمد حسن كوكا ده برضو مهاجم بتاعنا، مهاجم بتاعنا برضو يعني، ففي الآخر أحمد كوكا الاثنين. أيضا استدعاء مهند لاشين، هل ده من الممكن أن يؤثر على مسيره منتخبنا، خصوصا ان كان هناك كلام كبير جدا وكثير جدا على ان كوكا من اللاعبين اللي هيعتمد عليهم روي فيتوريا الفتره القادمه؟ وده حقيقي يا اسلام، حتى الراجل مستر فيتوريا اتكلم في كذا لقاء له ان هو بيضم احمد كوكا على الاداء اللي شافه خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، يا اما في كاس العالم للانديه او في كاس السوبر. فيعني عايز اقول ان احنا كمان يمكن اشادنا بكوكا فترات كثيره جدا الحقيقه. هو كابتن عامل حاله بالظبط، يعني هو نفسه عامل حاله بوجوده، بثقته في نفسه في ظل السن، السن الصغير، والمباريات اللي لعبها لما تلعب قدام اتحاد جده وفابينيو وكانتي ورومارينيو، اعتقد ان ده بيديك ثقه كبيره جدا جدا الحقيقه. جدا اسلام، والثقه دي جت لكوكا من خلال اللعيبه الخبرات اللي حواليه طبعا، يعني وجود مثلا علي معلول يعني على شماله بيديله ثقه كبيره جدا، وجود محمد عبد المنعم وياسر في ظهره بيديله ثقه كبيره جدا، وجود مروان عطيه اللي انا بسميه الدبابه بقى الحقيقيه، الدبابه المصريه، كمان بيديله ثقه كبيره جدا، وجود امام في على يمينه في حته الانطلاقات والتغطيه والتصويبات ادت جرأه لكوكا ان هو كمان يقدر يزيد قدامه. طبعا حسين الشحات، الربط اللي بينه وبين حسين، الربط اللي بينه وبين كهربا، بينه وبين تاو. فكوكا كابتن اسلام تواجد في مناخ كروي لعيب على اعلى مستوى، لعيب عندها خبرات، في ثبات في التشكيل، وهو كمان ساعد نفسه، يعني هو كمان اكبر مستر كولر ان هو يبقى موجود بصفه اساسيه حقيقي في صفوف النادي الاهلي، خصوصا في وسط ملعب النادي الاهلي. فانا عايز اقول له ما تزعلش، انت محظوظ ومش محظوظ كمان حقيقي. طبعا اصابه جات لك في وقت انت بترشح لمنتخب مصر النقله الثانيه ليك، لا مش ده بدا اول تمرينه كمان. سبحان الله، يعني سبحان الله، لكن معسكر مع النجوم الكبار، وطبعا رؤيه مستر فيتوريا الفنيه ان هو كمان كان بيفكر بشكل كبير جدا انه يشرك الولد في بطوله كاس الامم الافريقيه في ساحه العجب. وعجبني، عارف يا كابتن، برضو من الواضح ان المنتخب مركزين جدا في حاجه معينه، ان هم عايزين يعملوا حاجه هذه البطوله. ليه؟ انا شفتها كده، ما اعرفش حضرتك لعيب كبير ونجم كبير وعارف الحفله اللي اتعملت لكوكا، او مش الحفله، التوديع اللي اتعمل لكوكا قبل التمرين الاخراني، ومجرد ما علم ان الاصابه يعني هيقعد فيها، اعتقد ان ده يخليك تبقى مركز جدا جدا جدا، وشايف ان هناك روح الفه ومحبه ما بين اللاعبين توديك للتركيز اللي ان شاء الله يوديك في النهايه للفوز بهذه البطوله. اكيد يا اسلام، وبعدين خد بالك تواجدك وترشيحك لمنتخب مصر شرف كبير جدا لكل لاعب، وخصوصا مع المجموعه اللي موجوده. يعني النهارده مجموعه منتخب مصر تقدر تقول مجموعه اكتملت في خطوطها الثلاثه، او في التشكيله او الخريطه اللي موجود عليها من خلال اماكن اللعيبه. ايوه، عندنا لعيبه عندها خبرات وعناصر زي ما احنا شايفين، يعني حجازي من اللعيبه ده طبعا وقت توديع كوكا يعني. بصراحه يعني اولا موقف جميل جدا من عجبني جدا الموقف ده بصراحه، يعني كنت بتكرم اللاعب وكل اللعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي،
وطبعا يعني شوف شوف الحب اللي موجود بين اللعيبه طبعا وبين بعض وبين الجهاز الفني. طبعا الشناوي على راسهم طبعا بيطبطب على جميع ان حاسس طبعا ان الولد يعني كان عايز يعمل حاجه في البطوله بطوله منتخب مصر او بطوله كاس الامم الافريقيه القادمه مع النخبه الجميله الموجوده في الصوره يا كابتن اسلام حجازي كابتن الفرقه وامام كمان زي ما قلت لك اللعيب اللي حواليه كمان مصطفى محمد من اللعيبه المميزه جدا طبعا بيحتضنوا كهربا طبعا كلهم الحقيقه الفاكهه بتاعت المنتخب والنادي الاهلي كلهم زعلانين كلهم متضايقين. فانا عايز اقول لاخوك سبحان الله اوروبا يعني ده نصيب يعني لكن انت قدمت الفتره اللي فاتت ديت اوراق اعتمادك للكره المصريه للنادي الاهلي ومنتخب مصر صحيح. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يا رب يعوض عليك خلال الفتره الجايه وتنضم للمنتخب باذن الله. احنا لسه عندنا بطوله عربيه وعندنا كاس عالم وعندنا حاجات كتير ان شاء الله القادمه ولكن يكون موجود فيها كوكا اي لعيب بيتاثر بهذا الشكل الحقيقي لانه كان يتمنى طبعا ان هو يكون موجود طبعًا في ظل هذه السنة ومع النخبه دي كمان يا اسلام النخبه الجميله صحيح. النهارده بقى في قوام لمنتخب مصر بصراحه بيشرف الكره المصريه كلهم نجوم كبار اذا كانوا محترفين خارجيا او محترفين محليا. فالنهارده يعني من ضمن المنتخبات ان شاء الله باذن الله المحللين والنقاد بيرشحوا مصر ان شاء الله باذن الله انها يكون اول فرقه يعني ناس بترشحها للفوز بكاس الامم الافريقيه القادم باذن الله. اول تجمع امبارح يا كابتن لمنتخب مصر قبل بطوله كاس الامم الافريقيه واخر تجمع برضو، هل من الممكن مش عارف هو مدته طويله ولا مش عارف اقولها ازاي، حضرتك شايفها ازاي؟ لا مده معقوله انك انت كان عندك ارتباطات يعني مش قصيره يعني. لا مش قصيره، عندك ارتباطات وبعدين كمان انت بتنهي معسكرك بمنتخب تنزانيا اللقاء الودي يوم 7 ان شاء الله مهم جدا أوكي. يعني بحيي طبعا الجهاز الفني لان هو برضك عنده مباراه مع تنزانيا يهمه جدا يشرك معظم اللاعبين، يهمه جدا كمان يا كابتن اسلام ان هو يؤكد بقى على الشغل اللي عامله من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه بالذات طريقه اللعب اللي هيلعب بيها ان شاء الله في البطوله. عايز يطمن على كل لعيبه يبقى في تاني زي ما قلنا اندماج بين المحترفين الخارجيين والداخليين. فانا شايف ان توقيت مباراه تنزانيا للمنتخب ده توقيت جيد جدا. كمان عندنا هيبقى مراحل يمكن حوالي 7 أيام عمل ما تبدا البطوله نقدر نسافر هناك ونتاقلم على الاجواء. نسافر يوم 9 نتاقلم كمان على الاجواء بتاعه ساحل العاج صحيح. من ناحيه الرطوبه من ناحيه الجو من ناحيه واحنا عارفين ساحل العاج دوم النجيله طويله قد كده فاكر النجيله تخش في سبحان الله وانت فدي كلها حاجات مهمه جدا انك انت في ال7 أيام دول زي ما انت تفضلت ارضيه الملعب ازاي هنتعامل معاها الرطوبه والمناخ الجو طبعا. وخلي بال حضرتك برضو ان انت تلعب في العاصمه ده ابيجان ده شيء جيد جدا يعني انت الحمد لله ان انت هتلعب في العاصمه مش هتلعب في حته ثانيه احنا عارفين بره العاصمه ربنا يكرمنا ان شاء الله كمان لو صعدنا اول مجموعه صعبة. نفضل موجودين هتفضل موجود فبالتالي الدنيا تمشي. لا يعني دي فرصه كويسه طبعا لمنتخبنا القومي ان هو يبقى موجود في العاصمه اوكي وزي ما تفضلت العاصمه طبعا هيبقى فيها كل حاجه رقي بشكل كبير جدا هيبقى فيها حياه غير طبعا بره العاصمه الامور بتبقى صعبه شويه ولو ربنا كرمنا باذن الله ووصلنا اول او ثاني مجموعه هنفضل موجودين ان شاء الله في العاصمه قادرين ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام ان احنا نقدر نعمل بطوله باذن الله تشرف الكره المصريه. شايف الاستعدادات جيده ما عندكش مشكله يعني انت من الناس اللي شايف ان الوقت كويس ومباراه واحده جيده اصل كان في ناس تقول عايزه مباراتين في ناس تقول لك مش لازم مباريات خالص فحضرتك شايف ان ده الاحسن الافضل لان معظم اللعيبه اسلام جايه يعني وخصوصا لعيبه النادي الاهلي اكتر لعيبه يا عيني عندها شيء من الاجهاد صحيح من عدد المباريات كاس العالم للانديه ثم كاس السوبر فطبعا رأفتا بلعيبه النادي الاهلي اللي هم ان شاء الله باذن الله يا كابتن هيكونوا النواه ليك في هذه البطوله وهيساعدوا منتخبنا بشكل كبير. بس انا عندي ملحوظه يا كابتن اسلام فنيا كنت اتمنى ان حسين الشحات يبقى موجود مع القائمه الجميله اللي احنا شفنا الصوره اللي ظهرت وكنت اتمنى ياسر كمان يبقى موجود من ضمن صفوف المنتخب لان الاثنين دول بالذات يا كابتن اسلام بصراحه يعني عملوا موسمين الموسم اللي فات والموسم الحالي من اقوى المواسم ليهم
تحس كده ان اللعيبه نضجت. حسين بقى مؤثر بشكل كبير جدا في التلت الهجومي، ومن تحركاته وسرعاته واختراقاته وجمله التكتيكيه واهدافه كمان اللي بيقدر يسجلها، المساعده اللي بيساعدها لزمايله. كمان ياسر في حته قلب الدفاع، ياسر نضج بشكل كبير جدا في السنتين اللي فاتوا، بقى من افضل المدافعين اللي موجودين، عايز اقول كمان في افريقيا مش في مصر بس. طبعا مع محمد عبد المنعم اللي هو يعني ربنا يحميه، وطبعا من اللعيبه اللي بقى لها سنتين كمان بتأدي بشكل جيد جدا، ويعني نتمنى له التوفيق. كنت اتمنى ان اللاعبين دول يبقوا موجودين من ضمن النخبه الجميله اللي مستر فيتوريا اختارها، لكن ده بيرجع بقى قرار للراجل، هو عنده رؤيه، هو اللي شايف، صحيح هو صاحب القرار الاول والاخير في اختياراته للعيبه. برايك الفني يا كابتن، يعني انت شايف ايه في هذه البطوله وهذه الاسماء الكبيره المرشحه للتواجد في المربع الذهبي، سواء منتخب مصر، سواء المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي، المنتخب المغربي، المنتخب السنغالي، المنتخب كوت ديفوار، شايف قوه هذه البطوله ازاي؟ يعني البطوله دي فيها فرق مصنفه بشكل كبير جدا اسلام، فرق ليها باع كبير جدا وخبرات كبيره زي السنغال، زي ما شفنا شمال افريقيا، الجزائر والمغرب، عندنا نيجيريا، عندنا غانا، عندنا كاميرون. لكن احنا وصلنا لمرحله نيجيريا يا كابتن، انا اسف، نيجيريا لما تيجي تقرا خط الهجوم بتاعها، ها انتر ميلان، نابولي، اوسيمين ده اللي هو افضل لاعب في افريقيا وكذا، تلاقي اسماء تخض حاجه طبعا. معظم الفرق كده اسلام، يعني معظم الفرق عندها تصنيف كبير جدا من اللعيبه في اوروبا، وده اللي بيساعدهم، صح، ده اللي بيساعدهم على لما بيروحوا للبطولات اللي بالشكل ده، بيساعدهم على الجوانب التكتيكيه اللي احنا بنشوفها من خلال ادائهم، القوه والسرعه من خلال ادائهم. وفي نفس الوقت يا كابتن اسلام احنا كمان وصلنا للمرحله دي، احنا بقى عندنا أيوة. نجوم محترفين، صحيح. بصراحه بكبيره محمد صلاح، مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد، بقى عندنا النني، زيزو، حجازي، الشناوي. عايز اقول لك اسلام كمان ان اللعيبه المحترفين المحليين في البطولات دي بصراحه بيساعدوا المحترفين اللي في الخارج بشكل كبير، يعني اللعيبه اللي احنا ذكرنا اسمائهم انا في رايي هيكونوا من نجوم هذه البطوله. عندنا الشناوي في حراسه المرمى، عندنا محمد هاني كمان نضج بشكل كبير جدا من ناحيه اليمين، عندنا طبعا محمد عبد المنعم، عندنا حجازي، انا مش عارف اختياره بقى بالنسبه للباك ليفت مين ممكن، يا محمد حمدي، احمد فتوح، محمد حمدي، يا فتوح، مين ممكن يبدا من خلال، عندنا امام عاشور، عندنا مروان عطيه، عندنا النني، عندنا حمدي فتحي، عندنا زيزو طبعا، صلاح، مصطفى، مرموش، تريزيجيه، يعني اسماء بصراحه نضجت بشكل كبير جدا في الكره الاوروبيه والكره المحليه. انا شايف ان شاء الله باذن الله ان القوام اللي اختاره مستر فيتوريا ان شاء الله يشرفنا في هذه البطوله، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا بقت في منتخبنا كابتن اسلام، من ناحيه الجانب البدني، من ناحيه الجانب المهاري، من ناحيه الجانب التكتيكي، بقى في شكل المنتخب بصراحه في السنتين الاخر دول مع مستر فيتوريا شكل كبير جدا بصراحه، بيسعدنا وبيسعد الكره المصريه، رجع تاني الهيبه للكره المصريه بشكل كبير، والسيستم والاداء اللي بيأدي بيه لعبتنا. عشان كده كمان يمكن بعض المدربين الفرق يمكن في شمال افريقيا اتكلموا على مصر بشكل كبير، طبعا الجزائر اتكلمت على مصر، المغرب اتكلمت على مصر، ان مصر مرشحه بنسبه كبيره جدا في الحصول على كاس الامم الافريقيه. نتمنى ان شاء الله باذن الله الترشيح ده يكون يعني في محله، واحنا عندنا ثقه في لعبتنا بشكل كبير باذن الله على حصولنا على هذه البطوله. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب مره اخرى بضيفي الكبير كابتن ماهر امام. كابتن ماهر، برضو مره ثانيه اسال حضرتك فيما يخص الشكل الفني اللي ممكن روي فيتوريا يلعب بيه في بدايه هذه البطوله، يعني هل هو هيلعب من الاول، هيستنى، هو طريقه لعبه كده بيقف يستنى، وما هل ولا هيقدر يهاجم، او هيبدا بالهجوم ويبادر بالهجوم، ولا مباريات
هو بص يا كابتن اسلام، هو طبعا هيبقى في استراتيجيه لكل مباراه هتتبني على الاعداد الفني ومشاهدتك للخصم قبل المباراه الفرق الاخرى. تمام. دي هيبدا يعتمد عليها بشكل كبير جدا. دي هتساعده على كذا جزئيه في الجزئيه الاولانيه استراتيجيه اللعب، هل هيلعب بطريقه 4 3 3 اوكي ولا هيلعب بطريقه 4 2 3 1 ولا هيلعب، هو بيلعب 4 3 في الغالب يعني دي الطريقه اللي هو المعتاد عليها. النقطه الثانيه تشكيله اللعيبه، تشكيله الفريق اللي تبدا المباراه، انهي تشكيله امثل بالنسبه له، هل بتجمع لعيبه عندها الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، وافتكر ان دي افضل اللي هي يبقى عندك لعيبه بتجمع بين الاثنين الشقين. اوكي. الحاجه الثالثه لازم هو كمان يعتمد على يعني التوازن الدفاعي، هيبقى عنده شقين، لما الكره تتقطع منه هيبدا ينزل نص ملعبه ويامن خطوطه الثلاثه، وبعدين لما يستحوذ يبدا يعني يشتغل. اول مباراه منتخب مصر بيلاقي منتخب موزمبيق. منتخب موزمبيق يا كابتن اسلام معظمهم بيلعبوا في الدوري البرتغالي، يعني معظم التركيبه اللي عليها منتخب موزمبيق بيلعبوا فيهم عناصر بتلعب بس معظمهم درجه ثانيه وثالثه يعني حتى لو كان درجه ثانيه، لكن هتلاقي برضك عندهم ثقافه، عندهم يعني ثقافه ثقافه قرويه بالنسبه لهم، وعايشين في الاجواء الكره الحديثه يعني. اوكي. واحنا كمان بالذات الفرقه اللي هي مش مصنفه بنقلق منها يا اسلام طبعا، يعني ليه؟ المجهود او المستوى الفني بالنسبه لنا بينزل، ما بيعلاش مع الفرق الكبيره المصنفه صحيح. زي السنغال والكاميرون و و و فطبعا هو بالنسبه له يهمه جدا الستارت الاولاني أوكي. انه يكسب المباراه لاجل تديله ثقه انه يقدر يكمل في المجموعه، وزي ما قلت لك هو في الفتره اللي فاتت ديت بيعتمد على لعيبه في ثبات في التشكيل بشكل كبير جدا، زي مثلا الشناوي في حراس المرمى، محمد هاني زي ما اتكلمنا، محمد حجازي وفتوح او محمد حمدي، امام عاشور، النجم عبد المنعم وحجازي. عبد المنعم وحجازي اوكي، لان عبد المنعم وحجازي مفهومش تغيير يعني لا. حتى في ظل ان طبعا حجازي نجم كبير وكل حاجه، ولكن يعني يمكن لسه راجع من الاصابه ما لعبش غير 4 5 ماتشات بس، ما تفرقش. لا ما تفرقش لان حجازي عشان كان يوصل للفورمه الرياضيه كان بيحتاج 4 5 ماتشات فعملهم خلاص فعملهم، فاكيد بقى هيبدا البطوله هتحس بقيمه وخبره وجاهزيه حجازي في هذه البطوله. محمد عبد المنعم لانه لعبوا مع بعض اسلام، لعبوا مع بعض فترات كتير. لا وحجازي نجم كبير الحقيقه يستطيع ان هو يتكيف على الظروف اللي موجوده ومع اي حد صحيح، لان طبعا الخبره هنا ليها دور كبير جدا، وهو تقدر تقول الخبره اللي موجوده في خط الظهر زي الشناوي في حراس المرمى، وبعدين عندنا الخبره الثانيه اللي موجوده النني اللي موجود في نص الملعب، مهم جدا برضك النني بخبرته، ويبقى حواليه بقى عندك امام عاشور، انا في رايي حمدي فتحي زيزو، يعني الاختيارات هتبقى لمستر فيتوريا في الجزئيه دي. بالنسبه طبعا للجانب الهجومي هيبقى صلاح ومصطفى ومرموش، بيبدا بمرموش الاول ما بيحطش تريزيجيه واحنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان تريزيجيه اكتر واحد في الحته اللي قدامنا دي اسلام صراحه مؤثر بشكل كبير جدا. تريزيجيه بقى انا بشوفه افضل لاعب في الفتره دي مع منتخب مصر في الجزء ده، لعيب نضج ولعيب خبره ولعيب مقاتل وما بتفرقش معاه بقى بره ولا جوه، يعني زي ما بيلعب بره وهو محترف اداؤه ثابت، كمان مع منتخبنا القومي اداؤه ثابت بشكل كبير، فده الشكل اللي ممكن مستر فيتوريا يعتمد عليه. احنا بقى عندنا نضج بشكل كبير جدا في الجانب الدفاعي. أيوة. بنعرف نقفل كويس قوي طبعا، وعندنا كمان كثافه عدديه وانطلاقات بتعتمد على الاطراف، محمد هاني مع محمد صلاح طبعا، حمدي او زيزو، زيزو مع مرموش، كمان امام بينطلق في مكانه الثمانيه بيقدر يساعد تصويباته على المرمى، حمدي فتحي كمان من اللعيبه الناضجه بشكل كبير جدا وبتساعد في الحته الهجوميه، فبقى عندنا نزعه هجوميه ما كانتش موجوده قبل كده، يعني كانت النزعه الهجوميه اللي كانت موجوده قبل كده بتعتمد على صلاح بس، لكن دلوقتي بقى عندنا اكثر من لاعب. ماشي يا كابتن، عشان عاجل برضو جاي دلوقتي من المنتخب الوطني او من صفحه الاتحاد المصري لكره القدم الرسميه محمود؟ طيب، من الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم استبعاد اسامه جلال للاصابه
واستدعاء ياسر ابراهيم. يا سبحان الله. يعني سبحانك يا رب. سبحان الله. يعني سبحان عدالة مصر السماء كلها كانت بتقولوا لا مش عدالة السماء اصابه لكن عوده ياسر ابراهيم مش اصابه اسامه جلال. لا أبدا. احنا ما بنتكلمش على الاصابه، احنا يعني ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه. يعني برضو يا محمود لو عرفت تفاصيل اكتر من مصادرنا او من عندك قول لي عشان نشوف ايه المصادر، يعني ايه اللي حصل. ما نتمناش طبعا لاسامه جلال اصابه لانه طبعا ابن من ابنائنا. نعم. وطبعا عوده ياسر مره تانية سبحان الله. لسه كنا بنتكلم على ياسر. سبحان الله. على ان ياسر مش عايزين يا جماعه بعد كده بعد اذنكم بعد اذنكم اهو الخبر اهو. استبعاد اسامه جلال للاصابه واستدعاء ياسر ابراهيم. خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري، كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. يا سبحانك يا رب. أسامة جلال من اللاعبين الكبار المميزين الحقيقة في هذا المكان، ولكن إصابة يعني ان شاء الله يرجع لفريقه بكل سلامة ويرجع لمنتخب مصر مرة تانية. سبحانك يا رب. يعني سبحان الله. مش هيقدر يقول يعني يا جماعة بعد كده بقى نسمع كلام الكلمة اللي يقولها كابتن ماهر، خلي بالكوا اهو في ساعتها في ثانية حصل. لا أسامة لعيب مميز جدا كابتن. لا جدا أسامة. ويمكن الإصابة إذا كان هناك كلام على حد فمش على أسامة. على أسامة استبعد الفترة اللي فاتت بسبب الرباط الصليبي طبعا، لكن عاد الحمد لله مرة تانية. لكن ممكن يكون في شكوك بالنسبة لإصابته في الركبة. طبعا الجهاز الطبي موجود في المنتخب على أعلى مستوى، أكيد حصل كونسولته طبعا عشان يبقى في قرار أسامة يبقى موجود أو يستبعد. فأكيد طبعا قرار طبي للجهاز الطبي للمنتخب القومي، وبنقول له أسامة يعني ربنا يشفيك، ويعني معلش سبحان الله يعني ربنا يا رب يوفقك خلال الفترة اللي جاية. وبنقول ياسر ابننا الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بإذن الله ياسر أداه ودود دخولك وعودتك للمنتخب مرة تانية. مش أنا بس اللي قلت الكلام ده. صحيح. الإسلام بصراحة يمكن كان الشارع القروي المصري والنقاد والمدربين والمحللين كلهم أجمعوا أن يعني من ضمن الحاجات اللي كانت عليها علامة استفهام واستعجاب إزاي ياسر إبراهيم خارج. صحيح. كلنا لسه حضرتك كنت بتتكلم على هذا الأمر. سبحان الله. يعني خروج لاعب من النادي الأهلي بسبب الإصابة أحمد نبيل كوكا، وعودة لاعب تامن للنادي الأهلي سبحان الله بسبب إصابة أسامة جمال، بيعود ياسر إبراهيم للمنتخب، أسامة جلال مرة أخرى بيعود ياسر إبراهيم للمنتخب من بعد مرة تانية. ألف سلامة لأسامة جلال لاعب منتخب مصر ولاعب نادي بيراميدز. مظبوط، نادي بيراميدز أسامة جلال. ايضا الف الف مبروك لكابتن ياسر ابراهيم اللي يستحق الحقيقه ان يتواجد من قبل هذه الاصابه، والكل كل مصر كلها كانت بتتكلم على كابتن ياسر ابراهيم ووجوده او تاكيدا على وجوده في منتخب بالزبط. مصر يا كابتن. بالظبط. وكنا نتمنى بقى حسين الشحات، احنا كنا كمان نتمنى حسين. نعم. يبقى هو الفرده الثانيه اللي استبعدت مع 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 ياسر. فيعني بنقول لحسين معلش هارد لك حسين، لكن الجايات زي ما قلنا المنتخب موجود والبطولات ما زالت موجوده والباب مفتوح، ودي حاجه ميزه في مستر فيتوريا بصراحه كابتن اسلام. صح. ان هو عنده عداله وشفافيه في 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 اختياراته للاعبين. الباب مفتوح للمنتخب للاعيبه اللي بتجتهد في الدوري العام، وهو بيتابعها هو والجهاز الفني بشكل كبير. فبنقول لحسين ان شاء الله باذن الله يعني مع البطوله اللي جايه دي باذن الله هيبقى موجود وبصفه اساسيه. ونتمنى لياسر ان شاء الله باذن الله عوده حميده للمنتخب القومي. ياسر يا اسلام. أيوة. من اللعيبه الجواكر بصراحه. نعم. يعني ياسر تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا، والحته دي بالذات يا اسلام خد بالك انا لعبت دورتين كاس افريقيا 82 و84
وعايز اقول لك ان المكان ده اسلام بيبقى من ضمن الاماكن اللي بيبقى فيه هرس بلغه الكوره. صح. بشكل كبير، فانت بيبقى انت محتاج اثنين اساسيين موجودين واثنين بدلاء كمان يقدروا يخشوا في حاله الله قدر يحصل اصابه او حاجه يقدر حد يخش يكمل مكانهم. فانا شايف ان ياسر ان شاء الله هيكون باذن الله يعني بديل قوي جدا في هذا المكان ان شاء الله. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير بعد بقى اتكلمنا عن منتخبنا الوطني، نتكلم عن النادي الاهلي وايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه في النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وبصمات واضحه لمارسيل كولر خلال فتره تواجده في النادي الاهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. رايو فاليكانو ولا ايه؟ ريال مدريد كسب 1-0. مبروك طبعا لريال مدريد، انا بحب ريال مدريد بعد النادي الاهلي. بحب ريال مدريد يعني. ونقدر نحصله ان شاء الله في البطوله، بس نحصله طبعا ونعديه ان شاء الله خلال باذن الله الايام القادمه. طيب كابتن مع ريال مايوركا، انا اسف جدا. ماشي، المهم ان ريال مدريد كسب وخلاص. طيب كابتن ماهر، عام طبعا الحمد لله مر بكل ايجابياته الكثيره جدا وسلبياته ايضا، ولكن انت داخل على عام اصعب كتير جدا، لانه الحفاظ على عدد البطولات اللي انت خدته هو الصعب القادم. وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب. صحيح. في, في, في 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 اجتماعه مع اللاعبين واجتماعه مع الجهاز الفني ولجنه الكوره، كابتن محمود الخطيب قال لهم يا جماعه خدوا بالكم، مش كره القدم بس، يمكن جميع الالعاب اللي جميع موجوده الألعاب في النادي مزبوط. الاهلي عندها مشكله هذا السنه، لان السنه هتبقى عايزين نقول كبيسه، يعني هتقول سنه صعبه قوي مليئه من واحنا النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان احنا نحصل على البطولات هذا الموسم لجميع الالعاب، لان زي ما كره القدم كمان الحمد لله متفوقه، عندنا كمان يا كابتن اسلام جميع الالعاب الحمد لله رب العالمين بصراحه رفع راسنا، بتحقق لنا بطولات بشكل كبير. فكابتن محمود الخطيب اكد على فريق كره القدم والجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين ان الموسم ده هيبقى موسم قوي جدا وموسم صعب، نتمنى ان شاء الله باذن الله، وده ثقه في اولاده ان اللعيبه دي قادره ان شاء الله باذن الله تحقق له كل الامال اللي هو بيفكر فيها. صحيح. زي ما كابتن محمود الخطيب ناجح من الناحيه الاداريه، كمان الحمد لله ناجح من الناحيه الفنيه. ولكن يا كابتن يعني خلاص الراجل ادى 10 ايام راحه، وبعد كده استطاع او هينتظر بقى بقيه اللاعبين اللي موجودين على اللي موجود معاه، يعني لانه خلي بالك انت النهارده رجعت 7 لاعبين مره ثانيه بعد ما كنت انت 7 لاعبين بقوا 6 باستبعاد كوكا، ثم عوده ياسر ابراهيم للمنتخب مره اخرى، وبالتالي بقيت 7 لاعبين وثلاثة مسافرين مع المنتخبات الوطنيه بتاعتهم من المحترفين، وبالتالي انت عندك 10 لاعبين من اللاعبين اللي بتعتمد عليهم بشكل دائم مش موجودين مع الفريق خلال على الاقل الشهر القادم، وبالتالي هل الاستعدادات القادمه من خلال او بعد العشر ايام راحه دي هيبقى ليها فايده؟ اكيد يا اسلام هيبقى ليها فايده، لان انت محتاج ضفر كل لعيب بلغه الكوره، انت محتاج. صحيح. عندك زي ما قلنا سنه في منتهى الصعوبه فيها يمكن حوالي من 5 لـ7 بطولات، فانت محتاج كل اللعيبه موجوده معاك تبقى جاهزه من بطوله لبطوله. فالنادي الاهلي ما بيعتمدش على 12 13 14 15 لعيب، لا، النادي الاهلي بيعتمد على 25 لعيب، الباقي هيبقى لهم دور مهم. طبعا مهم جدا جدا جدا. خلي بالك ممكن في مثل هذه الظروف يتم واحد يثبت نفسه، واحد كان بعيد خالص تلاقيه بيثبت نفسه من خلال ال 30 40 يوم دول، لانه هيتعمل فيهم اكيد 1000000% ماتشات وديه. بالظبط يا اسلام، وكمان خصوصا مودست. كلام كتير جدا على جماهير النادي الاهلي على مودست، هل ممكن مودست خلال الفترة اللي جاية يقدر يتنقل للي احنا تصورنا بامكانياته اللي احنا شفناها قبل كده؟ فرصة لمودست طبعا الفترة ديت ان هو يجهز فيها بدنيا وفنيا وتكتيكيا، وطبعا زي ما انت تفضلت بالنسبة للمباراة الحبية اللي هتتعمل بشكل جيد. طبعا عوده المصابين مهم جدا، رضا سليم عوده تجهيزهم. رضا سليم صح، يعني رضا سليم مبسوط ان في وقفه 40 50 يوم. طبعا لان رضا كمان احنا افتقدناه يا اسلام بشكل جدا جدا، لان واحد من اللاعبين اللي كانوا داخلين بشكل مبشر وكبير جدا مع النادي الاهلي، ولكن الاصابه طبعا نصيب يعني بعدته بشكل كبير، لكن هو خامه
اختيارات فعلا كانت من لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب ومستر كولر، اختيار جيد جدا. الولد ثبت وجوده، حسينا ان رضا بقى يعني ابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح، فعلا عنده القلب وعنده الاخلاص وعنده الروح وعنده كوره وعنده مهاره وعنده تكتيك وعنده سرعه، يعني مقاومات لاعب بصراحه يؤثر بشكل كبير جدا في الجانب الهجومي مع النادي الاهلي. اللعيبه اللي لعبت اكتر يا كابتن ممكن تستريح اطول، بمعنى انه ممكن يدي مثلا واحد زي حسين الشحات يدي له ايام اطول، ولا هو كله 10 ايام وال10 ايام مناسبه؟ اه هو 10 ايام مناسبه جدا يا اسلام. هم مناسبة. احنا عايز اقول لك احنا في كاس العالم للانديه يوم واحد فرق معانا مع بطل اليابان بصراحه. صح، فالنهارده 10 ايام اكيد طبعا بتفرق مع اللعيبه، بيخرج خالص بعيد خالص عن كره القدم. بيقعد طبعا اسرته طبعا اللي هو يعني الله يكون في عونهم، فرصه ان هو يبقى موجود معاهم ويقدروا يتحركوا ويقدر يبعد شويه عن اجواء كره القدم ويعيش حياه بقى حياه اسريه بينه وبين ولاده بشكل جيد، وبعد كده يرجع بقى لفتره اعداد. هتبقى ان شاء الله مستر كولر عامل فتره اعداد دي ثالث مره، يعني احنا كان بدايه الموسم اول مره، دي مكمله يعني. دي هتبقى ثاني مره او ثالث مره. فيعني هو بقى سبحان الله يعني حال كره القدم كده. اللعيبه طبعا اللي موجوده مهم جدا هي كمان انها تجهز، ان هيبقى ليها دور. الله يقدر، ما تعرفش اللعيبه اللي جايه ممكن يكون لعيبه مجهده، الله يقدر تكون لعيبه مصابه، فدور اللعيبه اللي موجوده ان هي تكمل مشوار مكان زملائها. ماذا يحتاج النادي الاهلي؟ والله يا اسلام عايز اقول لك حاجه، يعني النادي الاهلي يعني ربنا كرمنا بشكل كبير جدا الحمد لله وراضي عننا. عندنا جماهير على اعلى مستوى مستندانا بشكل كبير، عندنا مجلس اداره بصراحه مسخر كل وقته لخدمه المؤسسه مش كره القدم بس، صحيح الالعاب. صحيح، وبنحيي طبعا من خلال مجلس اداره النادي الاهلي لان هم كلهم محترفين يا اسلام، وكلهم صح. عندهم خبرات وكلهم عندهم حب للنادي وعشق للنادي بشكل كبير. ربنا كرمنا الحمد لله بمدير فني على اعلى مستوى كنا محتاجينه. صحيح. قعدنا فتره بعد مستر موسيماني محتاجين مدير فني يليق بالمرحله اللي احنا فيها، وفعلا ربنا وفقنا في اختيار مستر كولر لان هو فعلا الرجل للمرحله ديت. قد الراجل بخبرته اللي يقدر ينقلنا بشكل جيد، واحنا شايفين النهارده في 7 بطولات في يمكن في سنه ونص، ده بيعتبر رقم يعني كبير جدا يحسب للراجل. كمان ربنا كرمنا بلاعيبه محترفين بنتعاقد معاهم، فرقت بقى عن السنوات اللي قبل كده. يعني بقى اللعيب اللي بيجي لا لعيب فعلا مؤثر، لعيب بيجي يركب له دور مهم، دور كبير جدا. مودست شايفه في ظل هذا الاداء ان هو يستطيع ان يدخل مع الفرقه بقى؟ فرصه كبيره جدا يا اسلام، فرصه كبيره جدا لمودست بصراحه. يعني فتره الاعداد اللي هيعملها في التوقف دوت، عدد المباريات الحبيه اللي هياخدها، انا شايف ان ممكن. وسبحان الله يعني الهدف اللي سجل اسلام بضربه راس، الهدف الثالث في مباراه السوبر مع فيوتشر، بياكد لك ان الراجل ده عنده حاجه يعني. وعنده مهاره مهمه جدا مفتقدينها، ضرب كره بالراس دي مهاره مش موجوده يمكن بعد فلافيو وعماد متعب، مش موجوده غير في الراجل ده. فحتى الراجل ده لو قدرنا نستغل المهاره دي هناكل الشاهد، وهياكل الشاهد خلال الفتره اللي جايه. فلا واضح ان حتى وهو بيحطها اسلام تحسه انه بيمطع بوسطه وبيحرز هدف، بياكد لك ان هو لا موجود كمان في المنطقه المؤثره، بيعرف يقف في المكان اللي بيجي فيه الاهداف. يعني زي صحيح. ما قلنا على كهربا صحيح بين السكس يارد وضربه الجزاء المكان المفضل لكهربا لما بيلعب في راس الحربه، كمان مودست كمان عنده الحس ده وعنده المكان ده. فنتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين الفتره اللي جايه ديت ان نشوف مودست بثوب جديد، خصوصا ان الراجل كمان عنده ثقه فيه. والراجل قال للكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط انا متمسك بيه لحد نهايه الموسم، فنتمنى التمسك. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. اخيرا يا كابتن، المنتخب يستطيع ان يفوز بهذه البطوله ولا شايفها صعبه؟ صعبه طبعا، ولكن هل يستطيع ان يصل للمباراه النهائيه ويفوز بهذه البطوله؟ زي ما تفضلت اسلام، بطوله صعبه لان فيها تصنيف كبير جدا وفرق على اعلى مستوى بشكل صحيح. كبير. لكن يعني روح لعبتنا احساسك انت ايه يا كابتن بعد لو احنا زي كاس الامم الافريقيه الثلاثه اللي احنا خدناها مع كابتن حسن شحاته بروح لو وصلنا النهائي السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت بنفس الروح،
انا شايف ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نكسب كاس الامم الافريقيه باذن الله. يا رب ان شاء الله منتخبنا قادر على الفوز بهذه البطوله، وان شاء الله ان شاء الله يكون لهم اليد العليا في الفوز بهذه البطوله اللي كلنا كمصريين ننتظرها من 14 سنه. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا اسلام. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ احمد مجدي والاستاذ محمد جمال في ضيافه البيت الكبير.